أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء لغة هو المناجاة والمناداة سرا أو جهرا، كقوله تعالى في سورة نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني دعوتهم جهارا وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا الدعاء بمعنى لغة. والدعاء اصطلاحا، بما اصطلح عليه الناس والعرف في المجتمع، هو طلب العبد حاجته من ربه، كقوله تعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي ذرية طيبة، ربي اشرح لي صدري، ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني كيف تحيي الموت. هذا اصطلاحا بمعنى طلب العبد حاجته من ربه. أما الدعاء شرعا وقرآنا، ما يطلب من المؤمنين التزامه، وهو خلوص العبودية لله سبحانه وتعالى، يعني الاعتراف بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: كما أن الصلاة هي عبادة، والصلاة هي مجموعة أذكار وأوراد يذكرها الإنسان ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر ميثاق العبودية، ولذكر الله أكبر. وكما أن الصيام هي مجموعة أفعال وأعمال يفعلها الإنسان ليستعين بها على طاعة الله ويستقوي بها على شهواته وغرائزه، ويستظهر بها على الشيطان الرجيم ليستقيم في دربه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء هو مجموعة أذكار وأوراد يستشعر فيها الإنسان ذل العبودية لله، ويعترف له بالوحدانية، ويستشعر النقص والحاجة، ويستشعر أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك في الدعاء يطلب من الله التوبة والعفو والصفح، ويطلب كذلك من الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة، ويعترف بعدم الاستقلالية. هذا هو جوهر الدعاء. فكل كلام لا يتضمن هذه المضامين وهذه المعاني لا يعتبر دعاء. لذلك نقرأ في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن دعائي المتضمن هذه المعاني، معاني الاعتراف بالنقص، معاني الاعتراف بالوحدانية، اللا شريك لله، الاعتراف بعدم الاستقلالية في الذات، أي كلام لا يتضمن هذه المعاني لا يعتبر إلا مكاء وتصديا، وأصلا يعتبر استكبارا على الله. إن الذين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بدل الكلام إلى عبادة، يستكبرون عن دعائي المتضمن هذه المعاني يعتبر مستكبرين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى:
وما كان صلاتهم عند المسجد إلا دعاء وتصدية، مجرد أصوات، لأنها تخلو من هذه المفاهيم. وقال: ادعوا وما دعاء الكافرين إلا ضلال، إلا في ضلال. ليش الكافر إلا دعاء؟ يتبين لا، الكافرين بهذه المعاني. لربما يكون أي إنسان حتى لو كان مسلم لكن عند بعض الشرك يدعو فقط لحوائج الدنيا، لا يذكر في دعائه هذه المضامين، مضامين الاعتراف بذل العبودية والنقص والحاجة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يكون دعاءه إلا تصدي، مجرد أصوات. لذلك قالوا أن الدعاء هو مخ العبادة. فنرجع إلى الآية: وإذا سألك عبادي. كانت العبودية هي مقدمة لقبول شروط الدعاء. وإذا سألك عبادي، ولم يقل وإذا سألك الناس، وإذا سألك عبيدي. الفرق بين عبادي وعبيدي أن الناس، أن الخلق كلهم مشتركون فيما هم مقهورون عليه، في الأشياء التي لا اختيار لهم فيها. الناس والخلق كلهم مقهورون في الأمور التي لا اختيار لهم فيها، كلهم متساوون، المؤمن والكافر. أنت لا تملك طولك ولا لون جلدك ولا عمرك، ولا تملك أن يكون لك أكثر من يدين ورجلين وعينين. فالأشياء تمقهور عليها سواء كنت مؤمن أو كافر. فبهذه الأمور كل الناس عبيد. ينقسم الناس إلى قسمين في الأمور التي فيها اختيار، في الأمور التكليفية، في الأمور التكليفية. عند ذلك ينقسم الناس إلى قسمين، إلى عباد وإلى عبيد. فالعباد يأمرهم الله سبحانه وتعالى بمنهج الذي يأتي على لسان رسله، وبنفس الوقت يخلق لهم القدرة على المعصية، يعطي الاختيار. لذلك كفر الكافر وإيمان المؤمن باختياره، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالمنهج على لسان الرسل، ويعطي للإنسان المختار القدرة على المخالفة، القدرة على المعصية. فيأتي الإنسان المؤمن الذي يكون من العباد، فيسخر اختياره لله، يقول: ربي أنا اختياري الذي أعطيتني إياه أنا أضعه بين يديك، أنا أنصاع لما تريد. فيكون عند ذلك من العباد. هذا الإنسان الذي يسخر اختياره لمنهج الله فيطيع ولا يعصي، فهذا هما من العباد. أما العبيد فهم الذين يرفضون في اختيارهم ما أراده الله لهم من المنهج في الحياة، فلذلك لا يلتزمون بمنهج الله، فيبقون مقهورين فقط بالأمور القهرية، بالأمور الاختيارية، يختارون ما لا يريده الله فيبقون عبيد. أما العباد الذي يعطي اختياره لله سبحانه وتعالى، يقول له: ربي أنا اختياري لك بين يديك، وهذا المنهج الذي أنت اخترته لي أنا أسخر اختياري لك. عند ذلك يكون من العباد. هذا طبعا قلنا في الحياة الدنيا لأنه دار تكليف، لكن يبرز عندنا إشكال أنه أكو عندنا آية في القرآن الله يخاطب بها الشركاء المعبودون من دون الله، سواء كانوا أنبياء أو رسل أو أئمة أو أي شيء يعبد من دون الله. يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا خطاب لمن؟ لعيسى، هذا يوم القيامة، صحيح؟ وكذلك خطاب آخر، هذا لكل الشركاء، مو بالضرورة هم يكونون يقبلون على عبادة الله لهم، كان يكون
الذين عبدوا عزيرا أو عبدوا المسيح، أن المسيح لا يرضى بفعلهم، لكن يسأل يوم القيامة فيقول الله للشركاء: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ زين، إذا كانوا ضالين كيف يسميهم الله عبادا؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ فهذا النداء في اليوم الآخر. في اليوم الآخر بعد يسقط الاختيار اللي وهبه الله للإنسان في دار التكليف في الدنيا، أما في الآخرة كل الناس سيكونون مقهورين، لا يعصون الله ما أمره. لذلك يرجع كل الإنسان إلى أن يكون شخص مقهور، لا يرفض أي أمر من أمر الله. ليش؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: حتى إذا ما جاءوها يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ففي يوم الآخر لا اختيار للإنسان. إذن العبودية هي مقدمة قبول الدعاء، وهي الأس المتين لقبول شروط استجابة الدعاء، أن يكون الداعين عبادا لله أولا، وكونهم عبادا لله هو الموجب لقربه منهم، وقربه منهم هو الموجب لقبول استجابة الدعاء. لذلك لو تدبرنا في الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، شرط استجابة الدعاء بعد المقدمة اللي هي العبودية لم يكن هناك إلا شرطان. الشرط الأول أن تكون هناك دعوة للداعي، دعوة حقيقية. بعد الشرط الثاني: إذا دعاني، لم يدعو غيري. يعني لم نقرأ، إذا تدبرنا لم نرى، أن هذا في تعبير يعني المتدبرين أو المفسرين، ماكو شرط، يسموه الكلام مطلق، يعني يجيب دعوة الداعي أيا كان دعوته، قصيرة أو طويلة، في الأمر الفلاني أو في الشأن الفلاني أو في القضية الفلانية، لم يقيدها، أجيب دعوة، أطلق الدعوة أي دعوة كان. إذا دعاني، أي داعي، إذا دعاني ليلا نهارا في شهر رمضان، في ليلة الجمعة، في ليلة القدر، كان الشخص الفلاني، كان نبيا، كان رسولا، لم يقيده بقيد. فإذا هذا القيد لو تدبرنا فيه: أجيب دعوة الداعي، إذا من أن المقيد اللي هو الدعوة والقيد إذا دعاني لم يختلفا، لم يزيدا على شيء، يعني الدعوة حقيقية. يعني نمثل، يعني تارة حتى نوضح بشكل يعني أسهل، أنه نضرب مثال، قل: أصغي إلى الناصح إذا نصح، أو أكرم العالم إذا كان عالما، أو ساعد الفقير إذا كان أو إذا كان فقيرا. فإذا بطبيعة الحال الإنسان لا يصغي إلى الناصح إذا لم يتوفر حقيقة على النصيحة، ولا يكرم العالم إذا لم يكن بالفعل متصفا بالعلم، وسوف لن يساعد أي فقير إذا لم يكن متلبس بالفقر. فكذلك هنا، إذا لم تكن عند الإنسان دعوة حقيقية يواطئ لسانه قلبه، لا تعتبر دعوة. يعني فقط شرطي الاستجابة، الشرطان هما أن تكون عنده دعوة حقيقية، الشرط الثاني إذا دعان. يعني شلون؟ إذا الشرط الأول أن تكون له دعوة حقيقية، إنسان ربما يدعو يتصور أنه يدعو، ولكن لسانه لا يوافق قلبه، كأن يدعو الإنسان في أوقات فراغه لكي يملأ فراغه. أكو تارة الإنسان يطلب أمرا
بلسانه ولا يريده قلب، كدعاء الأم والأب الغضبان على ولده العار، يدعوه بلسان لكن لا يريده قلبه. فإذا قضية الدعاء سالبة بانتفاء الموضوع، موضوعها ما موجود. فأول شرطي استجابة الدعاء انتهى، هذا الشرط الأول. كذلك قد يدعو الإنسان، يعني هو يصور عم يدعو عنده قضية بس هو ما عنده، يسأل أمرا ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر. مثل الإنسان يطلب مالا أو جاها أو سلطانا، لو انكشف له أن هذا المال وهذا الجاه وهذا السلطان سيسبب له ضياع دينه وآخرته لما طلبه، لكن هو ما بيعرف. فإذا بالأصل القضية اللي هو طالبها بلسانه لا تتفق مع حقيقة قلبه، فلذلك لا تعتبر حقيقة. مثل أصغي إلى الناصح إذا نصح، إذا ناصح ما عنده بالنصيحة لا تصغي إليه. كذلك هذا. أو يسأل قلنا أمرا ما لا يريده لو انكشف له حقيقة الأمر، هذا الشرط الأول أنه حقيقة الدعاء ما تحقق. الشرط الثاني لا، أن الإنسان يدعو بلسانه ويوافق قلبه، ولكن لا يدعو من الله وحده، كمن يسأل حاجته من الله وقلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية يتوهمها أنها كافية ومؤثرة في قضاء حاجته، فلم يخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإنه لم يسأل الله بالحقيقة. لأن الله الذي يجيب الدعوات لا يعمل بشراكة الأسباب. زين، طبعا هذا ملخص القول في الدعاء، ومن هذا الملخص يظهر لنا المعاني اللي نقرأها بالقرآن الكريم. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما كنتم تشركون. قل من ينجيكم من في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالآية دالة، الآيات دالة على أن للإنسان دعاء فطريا وطلبا غريزيا يسأل به ربه. ثم إذا كان الإنسان في رخاء ورفاء تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه فالتبس عليه الأمر، غير أنه إذا كان في رخاء ورفاء تعلقت نفسه وقلبه بالأسباب وأشركها لربه فالتبس عليه الأمر فتعلقت نفسه وقلبه بذلك بالأسباب، ولكن لسانه مع الله وقلبه مع الأسباب. ولما وقع في الشدة والحرج طارت الأسباب التي تعلق بينه فيها وفقدت تأثيرها وشركائها، ولم يتبين له وتبين أنه لا منجح له في حاجته إلا الله في مسألة، فعاد إلى توحيده الفطري. لذلك من خلال هذه المعاني أيضا يتبين لنا المعاني الأخرى للقرآن الكريم استعرضها، وهي فادعوا الله مخلصين له الدين ولم أكن بدعائك رب شقيا. فادعوا الله مخلصين له الدين، أو كما يقول زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنا لم أكن بدعائي أولا كنت عابدا لك معترفا بذل العبودية المقدمة، ثانيا لم ألجأ إلا إليك ولم أتكل على أي سبب من دونك يقطع من دونك، فلذلك لم ترد طلبي، لأن كانت عندي حقيقة، كان عندي دعاء حقيقي وطلب حقيقي، ومنك ادعوني استجب لكم.
محمد، صحيح؟ فالقرآن الكريم يقول في بداية السورة: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لأن لم يكن يدعو غير الله، فلذلك لم يكن دعاءه مقلوبا عليه بالخسران وعدم القبول. هذا معنى لم أكن بدعائك ربي شقيا، لأنه لم يدعو إلا عندما تكون عنده قضية حقيقية واقعية يوافق لسانه وقلبه، لا كمن يدير لسانه كيف يشاء، يقلبه كيف حقا باطلا، فرضا لهوا هزوا، لا، أو ما نسميه لقلقة لسان، لا، يكون هنالك قضية واقعية الإنسان يعيشها في قلبه. لذلك نقرأ بعض الأحاديث، حديثين عن هذا المضمون. يقول الله سبحانه وتعالى: قد قال أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحي: وعزتي وجلالي. هذا طبعا الدعاء في عدة الداعي في كتبنا، يعني: وعزتي وجلالي لو قطعن أمل كل آمل أمل غيري بالإياس، ولأكسونه ثوب المذلة في الناس، ولأبعدنه عن فرجي أو من فرجي وفضلي، أيأمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي، ويرجع سواي وأنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني. وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: قال الله: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه. وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن استغفرني غفرت له. طبعا هذا المضمون لحقيقة الدعاء، معنى الدعاء في القرآن اللي هو مخ العبادة، إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، مو طلب الحوائج. هذا المعنى الحقيقي للدعاء. لذلك نقرأ هذا المعنى على لسان الإمام علي عليه السلام عندما يوجه هذه النصيحة للإمام الحسن. يقول: واعلم يا بني أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة والرجوع إليه، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة. أنت اليوم واحد إنسان يدعو الله هو وماشي، هو وقاعد، هو ونايم، صحيح، بالبيت بالسوق. قلت اليوم إذا أنت تريد تدعو أحد من السلاطين لازم تأخذ منه موعد، وهو يحدد لك الموعد، يحدد لك المكان، يحدد لك الزمان، يحدد لك الموضوع اللي تحكي به. بينما أن تدعو الله لا يريد منك مكان ولا زمان ولا ناقشك بالموضوع، أنت اختار الموضوع وأنت حدد الموضوع وأنت كلها بيدك، صحيح؟ زين. ولم يناقشك بالجريمة، ولم يؤسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسن، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرا، وفتح لك باب المتاب، فإن ناديته سمع نداءك، وإن ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك هذا أي وقت، وأبثثته ذات نفسك،
وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يدك أو في يديك مفاتيح خزائنه. شلون؟ بما أذن لك من مسألته، ما حدد لك، ما فقيد، ادعوني، بس لازم تكون عباد من فئة العباد مو العبيد، ادعوني أستجب لكم. بما أذن لك من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمتك، كيفك تستفتح أبواب النعمة، أنت استفتحها بالدعاء الصحيح، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا نانا بيت القصيد في موضوعنا، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك الأعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمن، وربما سألت الشيء فلا تؤتى وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفع عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. أحسنت حجة.